إذاعة سلطنة عمان. نوافذ ثقافية. طول عمر الكلمة هي أساس التغيير في العالم. الشعر يعيش في الفشل، يعيش في الخيبات. على الناقد إذا أراد أن يكون مبدعاً أن ينسى النقد حينما يكتب. حصل أن لجان التحكيم فعلاً استدعوا روايات بدون ترشيح دور النشر. يعني في الفن، في القصة، في الرواية، في المسرح، في اللوحة، ليس المهم هي ما تقول، ولكن المهم هي كيف تقول ما تريد أن تقول. نحن كعرب ينبغي أن نستعد لاستقبال هذه الثقافة الجديدة برؤية علمية. لأني أعتقد أن واحدة من المعضلات التي والمهام والمسؤوليات التي تواجه المثقف العربي اليوم هي موقعه من الحياة العامة. أني أعمل صفحتين يوميا للثقافة والأدب. هذا الناشر أدري أنا أقدر أخذ 75% حرية، هذا الناشر أدري أقدر أخذ 50%، مع العلم أنا من النوع اللي يطالب. فالتاريخ أساسا مادة مفتوحة للبحث وللنقاش وللحوار ولإعادة النظر. نوافذ ثقافية. إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي والعالمي. يفتح النوافذ سليمان المعمري. يشرعها على الشمس والهواء المخرج حمد الحبسي. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد الذي نفتح فيه نوافذ على الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على الساحة الثقافية العربية ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في هذه الحلقة أنتم على موعد مع هذه العناوين. السلطنة تحتفل بمرور 5 سنوات على إدراج فن العازي ضمن التراث الثقافي غير المادي للإنسانية في اليونسكو. أسود عزب أسود، أسود أولاد العم، أسود بحر طم، أسود مشهورين، أسود مخبورين، أسود رجال قابوس، أسود أهل الناموس. جائزة سلطان بن علي العويس تعلن أسماء الفائزين في دورتها الجديدة. ومن هؤلاء الفائزين بجائزة العويس سنحاور الشاعر اللبناني شوقي بزيع. الجوائز يجب أن لا تكون نقطة الختام عند آخر السطر. وفي هذه الحلقة أيضا سنحاور النقد المصري محمد الشحات عن أزمة النظرية والنقد الثقافي في الدراسات العربية. اعتيد في أدبيات الدراسات الحديثة الآن أن يوصف النقد الثقافي بأنه ممارسة. وقتا مفيدا وممتعا نتمنه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية. سلمتك I'm
ليغرك شبابك دنيا وبيها عيش رغما عني وعنك ما أرضى بلا حب لا ولا أترجى منك دنيا وبيها عيش رغما عني وعنك ما أرضى بلا حب لا ولا أترجى منك سلمتك بيد الله سلمتك بيد الله. نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. تحتفل السلطنة هذه الأيام بمرور 5 سنوات على نجاحها في إدراج فن العازي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة اليونسكو. كان هذا الإدراج في 5 ديسمبر 2012 خلال اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو. فيما يلي نستمع إلى شيء من فن العازي العماني. يا هو المسلم يكبر الله أكبر يواب الحمد لله الكريم رب تنزه من الصفات يا رافع العرش العظيم من بعد 70 عاليات سيد البشر ختم الرسل والمنزلات يشفع لنا يوم الحشر في يوم تبلى الذاكرات ياه واب يا ذي الغبيرة ابشري نور سطع في الكائنات مطل ثام وكبري وانس الليالي المظلمات شانك على في الذاريات لك راية بين النجوم نالت علو الطائلات يا هواب في مطلع العيد الأغر وديانها والراسيات شهبة نادت بالظفر أرخت زماما طائعات والكهوف مدت يدي راضيات وتناغمت نزوة وتنوف بيوم السعد مستبشرات يا هواب هبت تحيي بن سعيد شهم تحدى المعضلات في مقدمك ذي اليوم عيد سعد النفوس العامرات باب عالي الوصول نقل الصناديد الكمات بين الكواكب والفصول قابوس حزت المكرمات كان هذا مقطعا من فن العازي. نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مؤخرا عن أسماء الفائزين بجوائز دورتها 15 لعامي 2016-2017 وهم الشاعر اللبناني شوق بزيع والروائية اللبنانية هدى بركات والناقد العراقي عبد الخالق الركابي والناقد التونسي حماد صمود والكاتب والخبير الاقتصادي اللبناني جورج قرم. وقال عبد الحميد أحمد الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في بيان صحفي
إن لجنة التحكيم اختارت منح جوائز هذه الدورة 15 لهؤلاء المبدعين والأدباء والمفكرين من بين 1662 مرشحا، وهم إجمالي عدد المتقدمين لنيل جوائز العويس الثقافية. اختارت هؤلاء لما تمثله تجربتهم من عمق وأصالة وقوة تعبير تصب في خانة الثقافة العربية المعاصرة. دائما يكتب ما يجهله، دائما يتبع سهما غير مرئيا ونهرا لا يرى أوله، هائما في كل واد ينهر الأشباح كالماعز عن أقبية الروح، وكالساحر يلقي أينما حل عصا الشك ليمحو بعضه بعضا، مقيم أبدا في شبهة البيت ولا بيت له، كلما هم بأن يوضح يزداد غموضا، وبأن يفصح يزداد التباسا، والذي يكتبه يحجبه، هو يدري أن بعض الظن إثم، ولذا يومئ للمعنى ولا يقربه، يدعي الشاعر أن الشعر ذئب فيقول الناس إن هو إلا شاعر، والشعر أضغاث رؤى خادعة أعذبه أكذبه، لم يصدق أحد ما زعم الشاعر، لم ينتبه الناس إلى الموت الذي ينهش في هيئة ذئب جسمه الرث لكي يستخرج المعنى الذي في قلبه، الناس نيام فإذا الشاعر مات انتبهوا. قصيدة الشاعر للشاعر اللبناني شوقي بزيع الفائز بجائزة سلطان العويس لهذا العام. ومعنا في الوقت القادم الشاعر اللبناني شوقي بزيع الفائز بجائزة الشعر في جوائز سلطان العويس هذا العام. مرحبا بك سيد شوقي ونبارك لك هذا الفوز. أهلا وسهلا، شكرا. أهلا بك. بداية، ماذا يعني لك فوزك بجائزة سلطان العويس، وهي يعني من أكبر الجوائز المرموقة في العالم العربي، عن تجربتك الشعرية التي امتدت لأكثر من 40 عاما؟ يعني بالواقع كما ذكرت، هذه الجائزة هي من أكثر الجوائز العربية قيمة على المستويين المادي والمعنوي، وخاصة المعنوي باعتبارها جائزة حافظت على مصداقيتها وعلى يعني حافظت على مستوى معين من التقدير لأناس فعلا استحقوها بامتياز. يعني منذ الدورة الأولى التي منحت فيها جائزة العويس في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، ركزت دائما على أن لا يكون هناك أي اعتبار في منحها إلا لاعتبار القيمة الأدبية والفكرية الذين نالوها. لكن دعني أقول لك قبل ذلك بأنه الجوائز يجب أن لا تكون نقطة الختام عند آخر السفر. يعني هناك الكثيرون عندما يحصلون على جوائز يشعرون بأن هذه الجائزة تأتي لتكرسهم باعتبارهم يعني مبدعين نهائيين، و وتضع الفصل الأخير لتجربتهم. أنا أعتقد بأنه لازم تكون حافزا على المزيد من الإبداع ومن التطور، لأنه فعلا المبدعون كموج البحر، يعني عندما
عندما يتوقفون ينتهون، وعليهم أن يستمروا في المحاولة أكثر فأكثر. جميل، جميل جدا. طبعا من حيثيات فوزك بالجائزة أستاذ شوقي، يعني منحت جائزة الشعر لشوقي بزيع لما يمتاز به من تجربة شعرية أصيلة تشمل ثلاث قضايا محورية: الوطن والمرأة والزمن. هل توافق على أن هذه الثيمات أو القضايا الثلاث تلخص تجربتك الشعرية؟ يعني السؤال جيد، لأنه يتضمن ولو لم تفصل عن ذلك تماما شعورا ما بأنه هناك محاور أخرى ذات أهمية في تجربة الشعرية. رغم أهمية هذه المحاور، ولكن أعتقد بأنه تجربتي تجاوزت هذه النقاط لتلامس مسائل تتعلق بالوجود الإنساني، بالبحث عن الأسئلة، مسائلة التاريخ، الماضي، الحاضر، يعني من خلال أيضا يعني محاولة استنطاق كم كبير من الأساطير، من الرموز الدينية، من الرموز التاريخية، ليس من أجل استعادتها كما هي، بس من أجل إطلاقها في الأبدية. هي تخرج من راهنيتها في حيث هي لتتحول إلى سؤال كوني، وهو ما ينطبق على مثلا علاقتي بالنبي يوسف في قصيدة قمصان يوسف. حيث كما رأيت أن الإنسان لا يولد جميلا بل يصبح جميلا بالمكابدة والمشقة، أو مثلا في كتابتي عن بوذا في فراشات ابتسامة بوذا، أيضا ينطق البوذا ليصبح سؤالا إنسانيا عن المصارحة مع النفس والاندماج في العالم وصولا إلى النيرفانا الكونية. وكذلك الأمر يعني في عشرات ديك الجن الحمصي، في رقصة سالومي الشخصية التي قايضة الرأس بالرقص، يعني رأس يوحنا المعمدان أو النبي يحيى برقصة، يعني هناك عشرات الأشياء. مثلا في تراب المثنى هناك استنطاق لشعرية اللغة من الداخل، الحديث عن الحرف المعتل وتاء التأنيث ونون النسوة وصيغة المثنى بوصفها ليست أدوات فقط للتعبير بقدر ما هي تحمل قيمة دلالية مهمة جدا بذاتها. أو في صراخ الأشجار مثلا، حيث الديوان بكامله يستنطق الشجرة بوصفها شخصية اعتبارية لها قيم خاصة بها، وتصبح أيضا رمزا إنسانيا مختلفا عما هي عليه في الواقع. يعني طبعا هناك تنوع وثراء يعني في التجربة. نعم، ليس من شأن المحكمين أن يصدروا بيان تفصيليا بهذا الموضوع. طبعا المحاور التي تحدثوا عنها بدون شك أنها أساسية، والنقطة الأخرى أيضا تحدثوا عن هذه الموائمة بين يعني استنطاق التراث وبين الإصغاء إلى الحداثة الوافدة و يعني الاستفادة من الأشكال أشكال الموروث المختلفة والانفتاح على الأنساق الجمالية الحديثة. تماما، وهذا صحيح. طبعا مثل كما ذكرت أنه ليس من شأن البيان أن يعطي يعني الأشياء بعدا تفصيليا، لأنه لا مكان لها في التحكيم. لكن دعني أقول لك أنه أنا طبعا هذه الجائزة التي أقدرها تماما يعني أمينها العام بمسؤوليها بجانب تحكيمها، شعرت أنه كان يمكن يعني فتوى الجهل أو شو بسموه يعني المصوّغ إعطائها كان يمكن أن يكون أوسع قليلاً إذا لاحظ بالقياس مثلاً إلى المصورات التي في السنوات الماضية ضيّل بها الجوائز الأخرى. صحيح، أعتقد أنه كان يمكن أن يصاغ بشكل أفضل. يعني هذا لن يؤثر تماماً على فحوى الجائزة وأهميتها، لكن فعلاً شعرت أنه كان ممكن أن يصاغ بشكل أفضل، يعني مسألة مصور الجائزة. نعم، جميل. طبعاً أستاذ شوقي تقول في أحد حواراتك: أنا شاعر مطبوع على الإيقاع. وأنت في الأساس شاعر تفعيلة،
الذي هو طبعا شعر التفعيلة يمتاز بميزات كثيرة من بينها الغنائية، لكنك قلت في أحد حواراتك: كلما ذهبت بعيدا في التقصي وفي المعرفة وفي التعرف أيضا إلى الأشياء، أحسست بأن علي أن أتخفف من غنائيتي من دون أن أغادرها بالكامل. هل الغنائية تحد من القوة الشعرية؟ لا، هي تعبير فضفاض نسبيا الغنائية، لأن البعض يربطها دائما بالصوت العالي، بالإنشاد، بالتطريب أو بالرومانسية أخوي، وهي ليست كذلك في الواقع. أنا أعتقد أن الغنائية التي يجب أن لا نغادرها على الإطلاق هي منسوب المياه في الشعر، منسوب الماء. أنت بتعرف أن الشعر يتحرك على موجة أنوثية، باعتبار أنه بالأنوث في ليون أكثر، في رهافة بالإصغاء الأصوات القادمة باتجاه النفس البشرية أو الخارج عنها. ولذلك حتى بالمعنى البيولوجي المرأة فيها منسوب ماء في جسدها أكثر من الرجل، وهذا بيعطيها ليونة في رقص وفي تعبير عن نفسه جسديا. فأنا ما أردت التخفف منه، وما حدث فعلا يعني بعد ديواني مرتيح الغبار في أوائل التسعينات، بدأت فعلا أنحو باتجاه قصيدة التأمل وقصيدة الحفر الباطني في الداخل الإنساني، وهذا يستلزم التخفيف من العنصر التطريبي في الشعر، لأن هذا عنصر لغوي وقد يلعب دورا شبيها بدور المكياج بالنسبة للمرأة. يعني حينما المرأة تضاعف أكثر مما ينبغي يعني من كمية المكياج وطباء الوجه، هذا يحجب الجمال ويشوهه أحيانا بدل من أن يظهره على حقيقته. إذن نستطيع أن نحتفظ بغنائية ما دون أن يعني يفقد شعرنا سلاسته وجماليته، ودون أن تعيق هذه الغنائية حركة القصيدة على المستويات النفسية والمعرفية المختلفة. نعم، جميل. دعنا ننتقل الآن إلى، طبعا أنت الآن تسكن بيروت، وقلت أيضا في أحد حواراتك أنه بيروت لم تستطع حتى اليوم أن تنسيني الحنين إلى القرية، كل ما كتبته من شعر هو تلفت بالروح والقلب إلى ذلك العالم الذي غادرته. أنا من الشعراء المرضى بالماضي والشديدي الشغف بالطفولة. أتمنى أن تحدثنا عن قريتك زبقين وتأثيرها عليك كشاعر. هي علاقة طبعا يعني الفرع بالأصل علاقة الشجرة بجذورها والإنسان بكينونته الأصلية. أنا من برج الجدي، من مواليد برج الجدي، مع أني لا أعتقد بالأبراج كنبوءة يعني استشراف لأي شيء كما يذهب بعض العرافين والمنجمين والمتاجرين بمهنة السحر والتنجيم، ولكن ربما يكون هناك صلة بين البرج وبين طبيعة الإنسان. يعني أنا برج ترابي، وهذا يفسر بشكل ما علاقة المرضية بين قوسين بالأرض بمنطقة الرأس، وهذا العلاقة لم تنقطع يوما رغم إقامتي في بيروت. طبعا هناك من قال: لماذا لا تذهب إلى قريتك؟ أنا قلت أنه كان علي أن أغادرها لكي أراها بشكل أفضل. لو ذهبت إليها أو أقمت فيها لكنت وقعت في تفاصيلها، وتعذرت علي رؤيتها تماما. عندما أنت تضع يدك أو يعني راحت يدك على عينيك فأنت لا ترى شيئا، يجب أن تبعدها قليلا لكي تراها وترى سواها أيضا. فكان لابد من هذه المسافة لكي أستطيع أن أرى الجنوب بوجه عام وقريتي بوجه خاص بجسدها، بهذا التدفق الرؤيوي الذي ألهمتني إياه بتلك المشاريع الرائعة بنقائها، بعيدا عن الحياة اليومية ومشاكلها. يعني
وهذا ما حصل بالنسبة للكثير من الكتاب والفنانين في العالم، يعني كان عليهم أن يبتعدوا عن قراهم لكي ومساقط رؤوسهم لكي يروها أفضل. فأنا قريتي بالواقع يعني تضم كما هائلا من الزمانات الأرضية، يعني في مشهدية عالية تطل على أربع جهات الأرض، على الشمال الفلسطيني من جهة، على البحر المتوسط، على جبل الشيخ، وعلى مشارف صيدا، يعني هي على الجبل ومحاطة بسواقي وتنحدر من جهة الجليل الأعلى من جهة فلسطين. يعني ربما هذا يفسر يعني علاقة الوطيدة بفلسطين وانتمائي إليها كقضية جوهرية بالنسبة لي وبالنسبة لسواي من شعراء الجنوب اللبناني والشعراء اللبنانيين بوجه عام. فأنا مدين بقريتي، هلا بيروت أحبها وطبعا أقيم فيها، لكن بالواقع عندما أقول ذلك أقول بمراه أن لم تستطع بيروت أن تكون مكونا من مكونات الشعرية. هي صهرت تجربتي، هي أعطتني الكثير، يعني على المستويات الإعلامية، على مستوى تحقيق ذاتي، على مستوى الاتصال بوسائل الإعلام، الأندية، الأمسيات، صخب الحياة، كل ذلك لولا بيروت لما كنت أنا. لكن لم يفت الأوان، ربما أكتب قصيدة بيروت بشكل متأخر إن شاء الله. البارحة وأنا يعني أطلبك لهذا الحوار قلت لي أنك مشغول باللمسات الأخيرة لديوان جديد سيصدر في معرض بيروت إن شاء الله، أتمنى أن تحدثنا عنه. نعم، يعني أنا أيضا حسب معرفة من عندما يعني كنا نتحدث مع بعض الذين لهم صلة بجائزة العويس، نتحدث عن أسماء قيمة ولم تأخذ الجائزة، قيل لي بأن هذه الأسماء انقطعت عن الكتابة رغم أهميتها، ونحن نفضل أن الاستمرارية عند الشاعر أو الكاتب يعني هذه تؤخذ مع الاعتبار، وأنه قد تكون هذه الاستمرارية ليس بمعنى أن مجرد أن تصدر كتابا أي كتاب، يعني لا، الاستمرارية مع تطوير التجربة، لأن هذا يدل على أنه هذا الشخص الذي كرس حياته من أجل الكتاب يستحق أن يمنح جائزة. أقول هذا الكلام كمدخل للحديث عن تجربتي، انه انا انقطعت للشعر فعلا ولم افعل شيئا يذكر في حياتي، يعني عرض علي مناصب سياسيه وربما دخول في اشياء تدر اموالا او غير ذلك، ولم او ان اكون شاعرا في هذا الغرض او ذاك على المستويين اللبناني والعربي. كل هذا تركت وراء ظهري، لاني اؤمن انه الشعر نوع من التصوف، وربما هذا الذي يعني دفع تجربتي نحو مناطق جديدة غير مكتشفة. وطبعا يعني دعني أقول لك هنا أنه أنا كان لعمان محبي كبير وزرتها غير مرة، وبعرف أني متابع وأنا أتابع شعراء العمانيين والكتاب العمانيين ولي بينهم أكثر من صداقة وطيدة، أو تربطهم بهم أكثر من علاقة صداقة عادية. يعني بالفعل بعد ديوان السابق إلى أين تأخذني أيها الشعر، هناك مجموعة جديدة بعنوان الحياة كما لم تحدث، هي في يعني أعتقد أنه ستخرج غدا من المطبع، لأنه غدا سيبدأ معرض الكتاب وسيكون هناك توقيع نهار الأحد على المجموعة. طبعا بالنسبة للعنوان لفت نظر البعض انه ما الذي تعنيه، فقلت انه فعلا الفن هو الإيقاف او هو التعبير عن الحياة التي لم تحدث، لانه هو دائما يعانق الحلم وغير المتحقق وغير الممتلك. نعم، كل التوفيق نتمناه لك الشاعر اللبناني شوقي بزيع، ونبارك لك مرة اخرى فوزك بجائزة سلطان العويس عن تجربتك الشعرية الممتدة. أنا أشكرك أستاذ سليمان، وأرجو أن تنقل تحياتي إلى جميع الأصدقاء والصديقات المهتمين بالثقافة والمبدعين في عمان، البلد الذي نحب ونقدر. واصل إن شاء الله، شكرا جزيلا لك. يا حاد يا العيس سلم لي على أمي.
واحكي لها ما جرى واشكي لها همي يا حاد يا العيس سلم لي على امي واحكي لها ما جرى واشكي لها همي وما هم يا ام ان يقتلوني وما هم يا ام أن يقتلوني وأن يزرعوني على جذع كفيك كالبيرق المستحيل هي الأرض في غيبة الورد تنأى سأستلها من فضاء الوريد الذي لا يوحد وأغمدها في دمي وأغمدها في دمي يا حادي العيس سلم لي على واحكي لها ما جرى واشكي لها همي يا حادي العيس سلم لي على واحكي لها ما جرى واشكي لها همي يسرح شعر الحقول وينام على صدرها تقول صبايا الجنون كان يسرح شعر الحقول وينام على صدرها وقد فاجأته الطيور حامت على جفنه وألقت ضفائرها في الحقول وشوهد يهوي إلى باطن الأرض لكنه مغرم بالوصول. قصيدة حادي العيس للشاعر شوقي بزيع مغناة من الفنان اللبناني مارسيل خليفة. نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. استضافت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء مؤخرا الناقد والأكاديمي المصري محمد الشحات في محاضرة حملت عنوان أزمة النظرية والنقد الثقافي في الدراسات العربية. تحدث الدكتور الشحات في هذه المحاضرة عن النظرية الأدبية والنقدية الحديثة في ضوء علاقتها بتاريخ ثقافة أوروبا من ناحية
وتأثير هذه العلاقة أو انعكاسها على طبيعة الممارسات النقدية العربية، سواء تلك المتعلقة بالنقد الأدبي أو تلك الأخرى المتعلقة بالنقد الثقافي. ومعنا في الوقت القادم الناقد والأكاديمي المصري الدكتور محمد الشحات. مرحبا بك دكتور محمد. أهلا بك أستاذ سليمان، وأهلا بالمستمع العماني والعربي. أهلا بك. طبعا أزمة النظرية والنقد الثقافي في الدراسات العربية كان هذا موضوع محاضرتك في جمعية الكتاب، ودعنا ندخل لهذا الموضوع من الخلط الكبير الذي أشرت إليه في المحاضرة بين النقد الثقافي والدراسات الثقافية، الذي قلت أنه يشبه كثيرا ذلك الخلط الأقدم الحاصل بين النظرية الأدبية والنظرية النقدية. دعني في البداية، بما أنك قد أثرت هذا السؤال، في حقيقة الأمر هذا الفصل المفاهيمي فصل جيد. يقع بعض الباحثين وربما بعض النقاد أو الأكاديميين في ذلك الخلط بين الدراسات الثقافية أو ما يعرف بالكالتشرال ستاديز والنقد الثقافي أو ما يعرف بالكالتشرال كريتيسيزم. هذا الخلط خلط بين العام والخاص، بين الفضاء الأكبر والفضاء الأصغر. الدراسات الثقافية معنية بكل المنتج الإنساني، المأثرات الشفهية أو الفولكلور، العادات، التقاليد، دراسة الحفريات أو الآثار، دراسة الفنون، الموضة، الموسيقى، من بينها النصوص. لكن فيما يتصل بالنقد الثقافي تحديدا هو شكل من أشكال يعني لا نستطيع أن نقول إنه منهج أو نظرية، لأن حتى هذا الخلاف لم يحسم حتى الآن، هل النقد الثقافي منهج أم نظرية؟ لكن اعتيد في أدبيات الدراسات الحديثة الآن أن يوصف النقد الثقافي بأنه ممارسة، يعني براكتس. هذه الممارسة، لأنه معني في الأساس النقد الثقافي يتعامل مع النصوص بشكل مفتوح دون اهتمام بالبعد الجمالي للنص، يعني يعتبر تعامله مع الأدب تعامل مع نص يشبه تعامله مع النص التاريخي أو النص السياسي أو النص الاجتماعي. لذلك تعامل النقد الثقافي مع الأدب لا يطرح سؤال القيمة الفنية، يعني هو ليس منشغلا بقيمة هذا النص، هل هذا النص لشكسبير مثلا أم لشاعر مغمور، هل هذا النص لروائي عظيم مثل سامويل، مثل مارسيل بروست أو نجيب محفوظ، أو لروائي مبتدئ. هذا السؤال غير مطروح، لأنه معني بالأساس بما يعرف بالنسق المضمر. ما النسق المضمر؟ الذي يكمن في داخل هذا النص أو في رحم هذا النص، ويمكن أن يشكل انقلابا في الفهم، يقدم فكرة مغايرة عما يمكن أن يصل إلى القارئ العادي. نعم، وبهذا المعنى إذن يفرق عنه النقد الأدبي أنه يهتم بالعنصر الجمالي أكثر من النقد الثقافي، بمعنى أنه يحاكم النص على جماليته. هذا صحيح، لأن النقد الأدبي في مراحله، حتى النقد منذ، دعنا نقول منذ النقد الشكلاني، يعني ما قبل الشكلية الروسية، كان هناك مناهج تتعامل مع النص باعتباره مضمونا، إما مضمون اجتماعي أو مضمون نفسي أو مضمون تاريخي أو مضمون سياسي. لكن مع ثورة الشكلية الروسية أو الشكلانيين الروس الراشن فورماليزم، بدأ الاهتمام والالتفات إلى الأدب باعتباره أدبا، اللي هو ما عرف بأدبية الأدب. بعد ذلك جاءت الثورة البنيوية وعمقت هذا الاتجاه، وأصبح هناك ما يعرف بالبنية، البنية النصية والتعامل مع الخطابات. لكن في كل الأحوال هذه الجهود كلها قامت على فكرة التعامل مع الأدب باعتباره فنا، فن له قيمة، له جماليات، له معايير جمالية. لذلك هناك تداخل في تلك الفترة منذ العشرينيات حتى النقد البنيوي في الستينيات في أوروبا ما بين المكونات الثقافية والمكونات الجمالية، يعني البحث عن القيمة، الأساليب، مكونات كل نوع بقى، المجاز، الاستعارات، الصور، التقنيات، الشخصيات. هذا في الاحتفاء بالنقد الأدبي. النقد الثقافي وجهة نظر مغايرة تماما، قد يستفيد الناقد من بعض الجماليات، لكن الرؤية أو منظور الرؤية يتجه بالأساس إلى البحث عن البناء أو الأنساق الكامنة التي يمكن أن تقدم تصورا مغايرا لمن؟ للمؤسسات بقى، لأن هو النقد الثقافي يرى أن كل نص ابن المؤسسة، مؤسسة اجتماعية أو مؤسسة سياسية أو مؤسسة دينية، ويرى أيضا أن نصوص الأدب لا تستسلم للمؤسسات، بل تقدم أو تسعى إلى أن تقدم رؤية نقدية ونقضية، يعني مضادة
إذا كان في مجتمع فيه هيمنة للذكورة هتجد إن في قلب النص ضد فكرة الإعلاء من شأن الذكورة. في المجتمع حالة من حالات المد الأصولي أو الرجعي على الأدب أن يقدم تصورا مغايرا يؤمن بقيمة الإنسان بالحرية بالفضاء الأوسع بالآخرين. نعم، عندما نضع هذا في السياق العربي دكتور محمد، أنت تحدثت أنه في يعني الجزء الأخير من القرن العشرين كانت هناك ممارسات نقدية عربية مثمرة يعني أو أنتجت بعض الحراك يعني، ولكن بعد ذلك أيضا في الوقت نفسه يعني أنتجت نوعا من الارتباك في الممارسات النقدية، خصوصا ما نراه في هذا الوقت يعني، صار هناك خلطا بين النقد الثقافي والنقد الأدبي، وأيضا عدم تفريق بين النظرية والنظرية الأدبية والنظرية النقدية. ماذا تقول عن تعاطي تعاطي العرب مع هذا الموضوع؟ أنت الآن أثرت أكثر من نقطة فيما يتصل بجهود الباحثين والنقاد العرب، أو دعنا نقول حتى من العالم الثالث، وتأثيرهم في المشهد الثقافي والنقدي العالمي، يعني حتى لا نقول الغربي، في هناك ثنائية الشرق والغرب، لأنه في النهاية مشهد إنساني يسهم فيه الجميع. هناك أسماء حقيقة في السنوات الثلاثين الأخيرة كان لها وجود في الإضافات للنظرية النقدية العالمية. بالتأكيد هذه الأسماء من الكتاب العرب يكتبون بالإنجليزية مثل إدوارد سعيد، أو على الأقل هم ليسوا عربا خلص، يعني هم ذو هوية مزدوجة. يعني بعضهم يعمل في سنوات في جامعات أوروبية منذ سنوات بعيدة وعنده جنسيات أوروبية، لكن على صلة بالبلد أو الموطن الذي نشأ فيه. إدوارد سعيد حالة خاصة، لأن بالتأكيد إدوارد سعيد أيضا كاتب مزدوج الهوية، حتى في مذكراته، في مذكرة إدوارد سعيد هو يعني يقول هذا عن نفسه ببساطة: أنا كاتب مزدوج الهوية وأعاني ازدواجا لغويا في بعض الأحيان، لأنه هو من جذور فلسطينية وعاش فترة التكوين المعرفي الأولى في أكثر من عاصمة عربية، فلسطين عربية أقصد، عاش في القاهرة فترة طويلة في حياته وعنده ذكريات كبيرة، عاش في بيروت، انتقل إلى أغلب المدن العربية، لكن يظل هذا الازدواج عنده. يمكن أن نضيف أسماء أخرى أثرت ولا ولا ولها تأثير في من يقرأ في أدبيات النظرية الحديثة بالإنجليزية. عندك مثلا عبد الله الغذامي كما ذكرت، سعد البازي أيضا له جهود مهمة تحديدا في مجال الأدب المقارن، ميري تريز عبد المسيح وهي أصلا أستاذة أدب مقارن من مصرية، صبري حافظ، جابر عصفور في بعض الأطروحات التي طرحها، نادر كاظم أيضا من البحرين، هناك أسماء كثيرة، فريال غزول وهي أيضا عراقية وأستاذة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ سنوات طويلة. أغلبهم انطلق في بداياتي من الأدب المقارن، من الكومبارتيف ليترشر، لأن الأدب المقارن هو في حد في تكوينه المفاهيمي يحمل هذه الإزدواجية، يعني هو شخص مؤهل للمقارنة بين ثقافتين وعنده هذا الوعي. هذا من جانب. من الجانب آخر بقى قضية الارتباك اللي أشرت إلى أستاذ سليمان. الارتباك جاء من أين؟ جاء من جزئيتين، جاء من التلقي، تلقي النقد الثقافي، وجاء من الممارسة. كيف جاء من التلقي؟ وأنت طرحت تساؤل في المحاضرة، هل هي أزمة تلقي أم أزمة ممارسة في النقد؟ هي في الحقيقة أزمة ذات وجهين. أزمة تلقي، لأني وده شيء واحد مؤسف أنه يقوله، كثير ممن يمارسون الآن النقد الثقافي في الكتابات الصحفية والمجلات والدوريات لم يتعرفوا على النقد الثقافي إلا عبر الترجمة، والترجمة إشكالية لأنها تشوه في الغالب، لأن هناك ارتباك في المفاهيم والأصول. الشيء الثاني عند الممارسة، الممارسات حتى الآن لا تزال ممارسات تقليدية أو مضمونية، يعني كأنك بتستعيد النقد الاجتماعي، النقد التاريخي، النقد السياسي، لكن ليس هناك قدرة على ضبط أو إنتاج نص نقدي محكم قادر على تأطير أو التركيز على مفهوم النسق المضمر، يعني يقدر يقدم تصور مقنع في الوقت ذاته لا يغفل قضية الجماليات، أن ده نص عنده قيمة فنية ما. المشكل حتى الآن أنك لا تستطيع حين تقرأ مقال أو دراسة أكاديمية أو حتى في مجلة ثقافية عامة تكتب عن نص أدبي أيا كان النص الأدبي من منظور النقد الثقافي، لا تستطيع أن تستشف أنت أو أنا كقارئ، هل هذا النص نص جيد فنيا أم غير جيد فنيا، هل هو ضعيف أم هو قوي، هل هو ينتمي إلى النصوص ذات مستوى راقي من المعرفة؟ ده سؤال إشكالي.
في نعم. حقيقة الأمر. نعم. وأنت أيضا طرحت سؤال عن على ذكر الإشكاليات، أن هناك إشكالية أخرى في الثقافة العربية ما أسميته الانقطاعات التاريخية، وضربت مثال بالبلاغة والنقد القديم مسميان في لدينا بتقريبا نحن نعتبرهما اثنين، بينما هما حسب ما فهمت من كلامك واحد. هذه أيضا إشارة يعني أنا يعني أحييك عليها، ذكية ولافتة. بالطبع هناك خلط مفاهيمي بين البلاغة والنقد القديم، وأحيانا هذا الخلط ربما بسبب تراكم مؤسسي. يعني في مقررات الجامعات العربية أتصور هذا الأمر موجود حتى هذه اللحظة، وأنا على معرفة كبيرة بهذا الأمر، البلاغة يتم تدريسها في مقرر مستقل والنقد القديم في مقرر مستقل. بالمناسبة مع أن الجهود التي يبني عليها النقاد القدماء مقولاتهم هي من صميم جهد البلاغة العربية القديمة. لو أعطيتك مثال ببعض الأسماء المهمة في التأثير أو في التكوين البلاغي والنقدي، هي الأسماء هي إذا ذكرنا عبد القاهر الجرجاني أو ابن طبطبة العلوي في عيار الشعر، أو قدامة بن جعفر في نقد الشعر، أو حازم القرطاجني في منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تقريبا هذه الأسماء الأربعة المؤثرة بعد السكاكي والقزويني وغيره والسيوطي إلى آخره، التي استطاعت أن تنتقل بالبلاغة من كونها بلاغة مدرسية تتعامل مع الجملة، تتعامل مع الصورة المجتزأة، إلى كونها بلاغة أو إلى كونها أطر أو مفاهيم نقدية يمكن أن تؤسس لمنهج يتعامل مع النص ككل. فيه بعض الكتب المهمة في هذا المضمار، يعني كتاب للراحل الدكتور ألفت الروبي، كتاب مهم كان اسمه نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، حاول أن يقوم على هذا التصور، وعنده وعي مهم وإضافة. أيضا الكتاب قديم أنجزه جابر عصفور اسمه الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. لاحظ الجمع بين لأنه هذا الفصل بينهما فصل مربك، ولا أراه إلا فصلا تعسفيا، يعني ليس موضوعيا. أحدث ما أسميه أنا أو ما أطلقت عليه في المحاضرة الانقطاعات التاريخية. في ملاحظة أحب أن أضيفها، لو انشغل النقاد العرب المحدثون الآن بتطوير أو تنمية مثل هذه المقولات في النقد أو البلاغة القديمة، واشتغلوا على مدونة غير مدونة الشعر بقى، المدونة النثرية عند أبي حيان التوحيدي، عند ابن المقفع تحديدا، عند النفري، دي أسماء بالغة التأثير، كان يمكن بالفعل، مش أقول بقى ننتج نظرية عربية والكلام اللي فيه قدر من الشوفينية أو العنصرية ده، لكن على الأقل كان سيكون لنا جهاز مفاهيمي خاص يدرك خصوصية النص العربي. بدلا من الارتماء والاحتماء بكل الخلفية الغربية أو بالنظريات الغربية دون وعي على تمحيص أو تدقيق أو غربلة المفاهيم. إذا استعدنا عنوان كتاب ميخائيل نعيمة الغربال، فكرة الغربلة والتنقية. نعم، هذا البحث عن الخصوصية دكتور محمد أدى أيضا ببعض النقاد، يعني وهذا السؤال طرح عليك في المحاضرة، من العالم الثالث، يعني في محاولتهم لكتابة نقد خاص ويتعلق بأماكنهم يعني في العالم الثالث، جعل هذه الجهود أشبه ما تكون بجهود منعزلة عن الجهود المركزية العالمية، وكأنهم وهم يعني يحاربون هذه المركزية هم وقعوا في مركزية أخرى، مركزية العالم الثالث أو مركزية هذه الأقليات يعني. هذا الموضوع يعني بالتأكيد له جذور في عند بعض النقاد أو الباحثين، هم قادمون بالفعل من العالم الثالث، تحديدا من الهند ومن باكستان ومن بعض الدول. من أهم هذه الأسماء هومي بابا تحديدا، وجاياتر سبيفاك، جاياتر شكراموتي سبيفاك من أصل باكستاني، وهومي بابا من أصل هندي. هومي بابا له كتاب مهم اسمه The Nation and Narration، الأمة والسرد، يعني هذا وترجم أظن في العربية في المركز القومي للترجمة في القاهرة قريبا، ترجمة ثائر ديب إن لم تخن الذاكرة. جاياتر سبيفاك أرهصت أو كان شغلها الأساسي شكلت ما يعرف بمدرسة الساب ألترن ستادس، دراسات التابع، وده أثير في المحاضرة، وأصلها باكستاني، أصلها باكستانية.
هومي بابا وجياتر سبيفك بالتضامن مع أفكار، لاحظ بقى، أو اللي كان أول من أرهص بهذا التطور في ما يعرف بما بعد الاستعمار أو ما بعد الكولونيال أو بوست كولونيال، كان إدوار سعيد. إدوار سعيد تحديدا بكتابه الأول الاستشراق في السبعينيات، وكتابه الثاني أو التالي له الأكثر أهمية الثقافة الإمبريالية، استطاع أن يضع يده على أن حركة مركزية النقد في أوروبا سوف تخرج خارج هذا الفضاء الغربي، وأن النقاد والباحثين القادمون أو القادمين من دول تبدو بعيدة عن المركز، هي خارج إطار المركز، سوف تسهم في تغيير النظرية. هومي بابا وجياتر سبيفك اشتغلوا على مدونات لكتاب أو مبدعين أيضا ليسوا من المركز، يعني كان اهتموا كثيرا بالطيب صالح، اهتموا أيضا بنوغوغي وثيونغو وشينوا أتشيبي وول سينكا، كتاب من نيجيريا ومن أفريقيا ولهم جذور أيضا عربية، بحيث أنهم قالوا مقولة مهمة جدا كتبت في كتاب ويعد واحد من أهم الكتب التأسيسية، الكتاب اسمه بالإنجليزية The Empire Rights Back، الإمبراطورية ترد. ورد الإمبراطورية كان رد بالكتابة، الكتاب كان لثلاثة باحثين أو باحثين هم تقريبا أهم من أسهموا في تدشين هذا النقد ما بعد الكولونيالي، كان هيلين تيفن، جريث جريفيث، وفي واحد كمان يعني لا أذكره. باختصار هم اشتغلوا على مدونات كتاب قادمون من العالم الثالث ويكتبون بلغة المركز إما بالإنجليزية أو بالفرنسية، وفي خطابهم الإبداعي اللي هو روايات في الغالب ونصوص مسرحية وشعر، ما استطاعوا من خلال تقويض مركزية المركز، بقى في كلام عن فكرة المستعمرة وفي كلام عن فكرة الاستعباد والزنوجة وتحرر المرأة وإلى آخره، وأنتجوا خطابا مهما. أنا أتصور أن هذه نقلة معرفية مهمة بدأت تخلخل من مركزية النقد. لاحظ شيء مهم يا أستاذ سليمان، مع النقد البنيوي مع بارت وتدروف وكريستيفا كانت المركزية فين؟ كانت في فرنسا. مع ظهور النقد ما بعد الكولونيالي مع إدوار سعيد تحديدا ثم النقد الثقافي تحولت إلى أمريكا، هناك بؤر. ومع ذلك في النقد الكولونيالي ما بعد الكولونيالي والنقد الثقافي ليست فقط في أمريكا، بل الكتاب أيضا القادمون من الشرق الأوسط ومن دول لها جذور عربية بدأوا يغيرون في هذا الخطاب. إذن السؤال هنا، لماذا لا يكون لنا نحن كنقاد عرب إسهام في المشهد الثقافي العالمي؟ المشكل هو في اللغة، التواصل. يبقى من يجيد لغة الآخر، من يستطيع أن يكتب بلغته خطابا رصينا، سيكون له تأثير كبير في ذلك المشهد. نعم، ولكن إلى أين تذهب كل هذه يعني هذا النقد، أين يذهب النقد في ظل هذه النظريات التي تتلاحق؟ نظرية موت المؤلف، تبعتها نظرية موت الناقد، وثم موت النظرية. هي قضية أين تذهب؟ هل تؤمن بهذه الميتات؟ قضية هو في النهاية هي في النهاية ميتات مجازية، يعني تقال على سبيل الاستعارات أو الميتافورس. حين أطلق رولان بارت قضية موت المؤلف The Death of the Author، لم يكن يعني قتل المؤلف جسديا بالتأكيد، هو يقصد التخلص من سطوة أو هيمنة المؤلف على وعي القارئ. حين تقرأ مثلا نصا كما ذكرنا الآن الطيب صالح، حين تقرأ مثلا موسم الهجرة إلى الشمال، بالتأكيد القارئ الغربي لن يقع مثلك ومثلي تحت هيمنة وثقل اسم الطيب صالح في النخلة والجيران وفي بندر شاه ومريود وغيره، بل يقرأه متخلصا من سطوة الاسم حكم كاتب كبير. هي الفكرة في أن لا ننشغل بالبحث، وده السؤال المهم، عن صورة المؤلف داخل النص، ودي فكرة مهمة، لأن البحث عن صورة المؤلف داخل النص وإسقاط ما تفعله الشخصيات في داخل النص على المؤلف طبعا يؤدي إلى تعسف. وانت عندك في موضوع نجيب محفوظ تحديدا وكتب كثيرون هجموا وشن عليهم هجوم ودخلوا في محاكم، بعضهم تعرض للاغتيال بسبب أن يتم إسقاط ما يقوله وهو في نص أدبي، ده نص متخيل مش نص فكري. هذا ما يتعلق بموت المؤلف، لكن ماذا عن موت الناقد؟ موت الناقد هو طبعا الأمور فيها قدر أيضا كما قلت من المجازية، لأن الناقد هنا بما يعني تحرر الناقد من أسر النظرية الواحدة.
فقضية التصنيف أن هذا ناقد ماركسي وهذا ناقد ليبرالي وهذا ناقد كولونيالي وهذا ناقد ثقافي, دي الأمور. الناقد جهاز مفاهيم عريض. بالمناسبة من حق الناقد, بل يعني إذا كان الناقد بالفعل يمتلك قدر من الرصانة كبير, أنه يتحرك بين المناهج حسب طبيعة النصوص. نعم. وده الشيء الأهم. يعني ما فيش حاجة لا يوجد ما يسمى ناقد, احنا قلنا احيانا ناقد الشنطة يعني في بعض التسميات الصحفية او ناقد اشتراكي او ناقد يعني اشتراكي ملتزم بالمعنى الماركسي. ما فيش حاجة اسمها التزام في النقد. الناقد عنده ثقافة متنوعة, عنده مفاهيم متعددة, يستطيع انه ينتقي من جهازه المفاهيم ما يتيح له قراءة النص بحرية, وإلا يبقى احنا قاعدين بنسقط المناهج كأنها يعني تصميمات وأطر, ونقتل النصوص أو نلوي أعناق النصوص. التعبير كان قال الله يرحمه نصر أبو زيد كثيرا, كان يقول لنا في الجامعة يعني عليك ألا تقع في لي عنق النص حتى يقول ما تريد. دي هذه كارثة. نعم. هذه كارثة. وماذا عن موت النظرية؟ موت النظرية هو مفهوم متزامن مع النقد الثقافي, لأن النقد الثقافي ليس له مرجعية نظرية واحدة بالمناسبة, وده خطرته. يعني مرجعيته هي أن تستطيع أن تقرأ في أدبيات التاريخ تحديدا, علم الاجتماع, الفلسفة, الخلفيات السياسية, بما يعني يكسبك بعض الرهافة في التحليل والتقاط الأنساق التي بني عليها النص. لا يوجد أو ليس ثمت مرجعية نظرية وحيدة للنقد الثقافي حتى الآن, حتى في الأدبيات الغربية بالمناسبة, لكنه في ظني وفي تصور النقدي لا يزال قيد الاشتغال وقيد التجريب, يعني غير مستقر حتى هذه اللحظة, حتى في من يكتبون بلغات أجنبية. نعم, أنا مستمتع بالحوار معك دكتور محمد, لكن وقت هذه الفقرة للأسف انتهى. يعني سعدت بالحوار معك عن هذا الموضوع, أزمة النظرية والنقد الثقافي في الدراسات العربية, موضوع محاضرتك في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء مؤخرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ سليمان. شكرا. حب يا قلبي حب, حب ودوب في الحب, حب يا قلبي حب, حب ودوب في الحب, قد ما تقدر حب, حب يا قلبي حب ودوب في الحب. وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية, حتى نلتقي في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حمد الحبسي. حب يا قلبي البسمة عالشفة المرجان, حب الورد الدايب عالخد بيتعاجب, حب الورد الدايب عالخد بيتعاجب, حب ودوب الشعر والعين النعسانة, حب أوامير بكنوز الفتانة, حب وعيش والهان بعيون الغزلان, حب وعيش والهان بعيون الغزلان, حب ودوب في الحب, حب الطلعة الحلوة, حب الضحكة الناعمة, حياتك غنوة ترقص فوقها البسمة, حب النظرة الشاردة وملا عليها الوحدة,
بحب النظرة الشاردة وملا عليها الوحدة حب ودوم